نبتدي بيلا كوره وقصه سليماني كولوبالي لاعب النادي الاهلي الهارب من حوالي سنتين كده تقريبا، هرب من النادي الاهلي وهو تعاقد مع النجم الساحلي في شهر يناير الماضي، وبعد ما تعاقد على طول جاله قطع في رباط الصليبي وهو بيعالج من هذه الاصابه. لكن المهم في الموضوع ان النجم الساحلي، تصريحات من هناك المسؤولين في النجم الساحلي وبتحديد قيس عاشور المتحدث الرسمي للنجم الساحلي، واللي قال ايه؟ قال ان احنا هنتفاوض مع النادي الاهلي بشان كولوبالي، لان الازمه هتبقى او المشكله هتبقى ماديه بحته، وان احنا هنحاول نحل هذه الازمه، خصوصا ان بالمناسبه المفروض في غرامه على كولوبالي حوالي 1,400,000 دولار ما دفعتش لحد دلوقتي بعد هروبه يعني. فبالتالي المفروض قبل 2 سبتمبر القادم المبلغ ده يدفع للنادي الاهلي، لو ما دفعش هيتم ايقافه وقد يتم شطبه كمان. عشان كده مسؤولين النجم الساحلي هم دايرين صفقه، طبعا صفقه مميزه بالنسبه لهم، فعايزين يحلوا الموضوع. لو في امور ماديه حلوها مع النادي الاهلي قبل هذا الموعد يعني. فهم بيقولوا ان هم هيوصلوا القاهره، هيبقى في وفد بتحديد مدير الكره بفريق النجم الساحلي عشان يحل هذه الجزئيه. في مقابل من بوابه اخبار اليوم مستشار الاهلي حلمي عبد الرازق المتمسكين بكافه حقوق الاهلي واللي اقرها الاتحاد الدولي، وطبعا النادي الاهلي مش هيتخلى عن حقوقه اطلاقا يعني، ده موضوع مفروغ منه. النادي الاهلي هيشوف مصلحته فين ويعملها من وراء هذه القصه يعني، نشوف ايه المصلحه، ايه الافضل للنادي والقرار هياخده. في نفس الوقت مستشار حلمي عبد الرازق قال ان كل الاحترام طبعا والتقدير لنادي النجم الساحلي، واللقب بالمناسبه مميزه جدا جدا ما بين ادارتي الفرقتين، لكن في نفس الوقت النادي الاهلي بيبحث عن حقوقه وان لازم يتم سداد المبلغ، هيشوف التفاوض هيصل لحد فين. طيب نروح ل 1-3 بتتكلم على ان 3 مليون دولار تبعد الداهيه البرازيليه عن تدريب الاهلي. طيب هم قصدهم على ابل براجا، ده مدرب برازيلي طبعا شهير يعني، لكن 3 مليون دولار وهذا الكلام مش بنسبه كبيره صح. هقول لحضرتك اللي بيحصل ايه. اللي بيحصل ان انا كموقع او كجريده بقول بعض الاسماء، وبقول مثلا في اسم ده معين ده خلاص قرب، لما اعرف ان هو خلاص مش هيجي او الموضوع اتصعب فاروح حاطط ايه حجه المقابل المادي كحجه لعلاج الخبر اللي انا كنت قلته يعني، ان انا لا انا كانت معلومتي صح بس هو جت في المقابل المادي. لكن الاهلي مش عايز اقول ان طبعا الميزانيه مفتوحه يعني، لكن اكيد في حدود معينه، واتكلمنا في الموضوع ده كتير جدا على مدار كام يوم اللي فاتوا، في حدود معينه استقبال او استقدام المدير الفني الجديد، حدود مناسبه وجيده جدا انك تجيب مدرب قوي وسي في قوي ومحترم ومناسب يقود النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. بس انا بحاول اوضح لكم الامور تبقى ماشيه ازاي يعني. البابا سبورت بتقول او تصريح على لسان كابتن محمد يوسف ان هو بيترقى تحديد موقفه، هم بيقولوا يعني يوسف يترقى تحديد موقفه وبيؤكد تحت امر الاهلي. طبعا كابتن محمد يوسف دائما تحت امر النادي الاهلي، وراجل شفناه في مراكز عده يعني داخل القلعه الحمراء، سواء كمدرب مساعد كمدرب عام مدير فني مدير كره يرجع تاني مدرب عام، اي طلب بيطلب من كابتن محمد يوسف في الحقيقه بيقوم بيه على اكمل وجه يعني. فإن كان ده أمر متروك لكل المسؤولين في النادي الأهلي، هم اللي هيختاروا ويشكلوا الجهاز الفني الجديد خلال الساعات القليلة القادمة يعني. نروح للأهلي دوت كوم اللي بتقول إن الأهلي يستقر على موعد ظهور قميصه الجديد، وده وارد بنسبة كبيرة إن ممكن يكون في ماتش السوبر الأهلي والزمالك ده لو ميعاده ما اتغيرش، الأهلي ممكن وارد يعني طبقا الخبر من الأهلي دوت كوم إن هو يلعب بالتيشيرت أو الطقم الجديد يعني. عايز أروح للشروق وخبر خاص بكرة السلة الرجال داخل النادي الأهلي، وكابتن أشرف توفيق مدرب السلة بالنادي الأهلي بيقول إن إحنا عازمون على تقديم مستوى أو موسم يليق بطموحات الجماهير. طبعا منتظرين الكثير والكثير من كرة السلة الرجال بالنادي الأهلي، خصوصا في ظل الصفقات المميزة اللي تم تدعيم بها الفريق. وهو كمان الكابتن أشرف توفيق قال إن إحنا بنستعد بمنتهى القوة من الجانب المادي أو عفوا من الجانب البدني، وهنستعد كمان بمنتهى القوة من الجانب الفني، خصوصا ان احنا هيبقى عندنا مباريات وديه خلال المرحله اللي جايه، احنا مؤخرينها شويه لحد موعد بدايه الموسم عشان نبقى لاقين بشكل اكبر لما نلعب الماتشات الوديه دي، نخش الموسم بمنتهى القوه باذن الله. نتمنى لهم كل التوفيق. كابتن اشرف طبعا توفيق مدير او مدرب النادي الاهلي كره السله بالتحديد، ونتمنى كل اللاعبين كل التوفيق خلال الفتره اللي جايه.